11/8/2013 اللاذقية مصيف سلمى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تجمع كتائب الإشهاد سوريا استهداف الشبيحة. ولمعرفة آخر التطورات في المدينة الساحلية اللاذقية ينضم إلينا عبر الهاتف الآن عماد الحسن عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية. يعني عماد، يعني هناك زيارة وهناك دعم من هيئة الأركان التابعة للجيش السوري الحر، يعني كما رأيناه في زيارة سليم إدريس لمنطقة الساحل. ما هي آخر التطورات وما هي نظرتك كتائب الجيش السوري الحر لهذا الدعم من قبل هيئة الأركان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام سيدي العزيز. بس بحب نوه على شغله. بشار الاسد حينما زار داريا قدم بالزي الرسمي وبالبدله الرسميه. نعم. اما اللواء ادريس، السيد لواء ادريس جاء بالتيشيرت الى المعارك، هي اول شغله. ثاني شغله، لما بده يطلع الاعلام ويعلنوا ان هن سلحوا الثوار وسلحوا الذخائر، يتاكدوا من مين سلحوا ومين هن اللي سلحوهم. اخي نحن ما بدنا نفتح هلا مجالات ثانيه وناس تقول تخوين وما تخوين، بس راح اكد لك ان المجاهدين هن اللي على الارض هن اللي عم يجاهدوا. نعم. والمجاهدين معروفين مين هن، والثوار اللي على الارض معروفين مين هن اللي عم يشتغل على الارض ويجاهد وكيف طريقه السلاح اللي عم تيجي. يعني 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 عماد هيئه اركان الجيش السوري الحر خلافا للثوار الذين يتواجدون الان على الارض؟ نعم. يعني يعني هيئة أركان الجيش السوري الحر أو القيادين في هيئة الأركان للجيش الحر خلافا هم يعني خلافا عن أو يختلفون عن الجيش الحر المتواجد على الأرض في داخل المعارك وفي الجبهات الأولى؟ عماد الحسن سيد العزيز. نعم. الثوار على الأرض والمجاهدون هم من الكتائب الجيش الحر، وهم من المجاهدين، وهم من كتائب جبهة النصرة وصقور العز والكتائب الإسلامية التي تحارب على أرض المعركة في اللاذقية وريفها. نحن لا ننكر بأن هنالك بعض الكتائب للجيش الحر التي تقاتل مع أخواتنا المجاهدون على الأرض، لكن عندما تخرج وتصرح لماذا الإدريس لم يأتي إلى الساحل بالزخائر؟ هل أتى للزيارة لرفع المعنويات؟ لماذا أتى إلى سلمى وقرى سلمى؟ بل فقط ليستنتج ويقول السلام عليكم ويعطيكم العافية يا شباب. لماذا لم يأتي بالزخائر والسلاح المطلوب؟ لماذا أتى؟ هل أتى فقط لرفع المعنويات؟ الثوار والمجاهدون على الأرض لا يريدون رفع المعنويات من أحد، يريدون من الشعب السوري الدعاء لهم بالتوفيق وبالنصر. الأركان وغير الأركان موقعين على معاهدة حماية الأقليات في سوريا. هذه المعاهدة موجودة في اسطنبول. نعم. المجاهدون هم من يوحدون الصفوف وهم من يقررون المصير في أرض المعركة في الساحل، لا الأركان ولا غير الأركان. طيب عماد الحسن، عماد لو سمحت لي، عماد أنت معي على الهواء. يعني أريد الآن يعني آخر التطورات الميدانية في مدينة اللاذقية، وهو المهم الآن ليعرفه الناس ويعرفه المشاهدين ما حدث على الأرض اليوم من معارك وعمليات عسكرية من قبل قوات النظام ضد المدنيين. ما هي آخر التطورات لديكم في مدينة الساحل؟ تجري وعلى كافة المحاور اشتباكات عنيفة على محاولات بائسة من شبيحة الأسد لاسترجاع القرى المحررة، ولكن بحمد الله من الله هم في حالة تراجع وتقهقر ويجرون ذيول الخيبة. نعم. المجاهدون على الأرض يلقلون شبيحة الأسد دروسا لن ينسوها طوال حياتهم، ولذلك تلجأ عصابات الأسد إلى القصف من بعيد بالأسلحة الثقيلة من عدة أمكنة، منها من سكنة اليهودية على مدخل اللاذقية ومن المدخل الغربي للحفة، والقصف بالطيران الهليكوبتر بالبراميل التي ان تي ومن طيران الميج بالصواريخ الصوخوي، حيث سجل اليوم عدة غارات على مصيف سلمى ومحيطها، وقصف شديد على قرى جبل التركمان بالطيران والقصف البعيد المدى. نعم. من اللاذقية وسكنة اليهودية. أيضا اليوم توافدت سيارات الإسعاف ومراسم التشييع في اللاذقية تدل على خسائرهم البشرية الكبيرة، بالرغم من أن بعض من قتلاهم
يأكله الذئاب والكلاب في طرقات وفي قرى اللاذقية المحررة التي واجهوا فيها شراسة وقلوب المجاهدين على الأرض. ويحاول النظام بشتى الوسائل بإشعال حرب طائرية بالمدينة، إذ يسلحون الشباب الصغار من عمر 13 عاما ويدفعون بهم إلى الأحياء المدينة لافتعال المشاكل حتى يغرقوا البلد بنار الفتنة، وذلك ردا على خسائرهم بالمعارك في الريف. أما في المشافي في اللاذقية يوجد فوق 1000 بين القتيل والجريح، والذي خرج بعضهم اليوم من مشفى العسكري في اللاذقية. مشافي اللاذقية لا تستطيع احتضان القتلى والجرحى لعصابات الأسد. لا أخفيك سرا أن عندنا شهداء وعندنا جرحى وعندنا المشافي الميدانية مليئة، ولكن بفضل من الله الثوار والمجاهدين مايقنين بأن النصر أو الشهادة. نعم، شكرا لك عماد الحسن، كنت معنا عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية من مدينة الساحلية اللاذقية، شكرا لك على هذه المداخلة. دارت